هاي دنيا، مشكلة من عنده ولا من عند من عنده ولا من عندي؟ هي اللي مبلوكة. من عندي المشكلة جايز، عم يدقولي، عملت له بلوك للي عم يدقوا، رجعت رقم غريب ما بعرفه، عم يدقوا كاميرا وانا فاتحة لايف، شو الوقاحة؟ ان شاء الله ما يكون الاكس تبعي تضربه. اعني اذا الاكس مش هلا. معقولة؟ سوري إذا عم تشوفني على اللايف بتستاهل البلوك. هات لي وحدة كريم جزائري إذا دعمك رح تفوزي. والله بنات صراحة صراحة تعوا أحكي لكم شيء. أنا هدول الجولات الرسمية قبلتها لأنه أولاً كل داعماتي بنات، وكل أغلبية الفولورز تبعي، أنا شيء 95% من الفولورز تبعي بنات، حتى اللي باللايف كلهم تقريبا بيكونوا بنات، فهذا الشيء اللي خلاني اقبل هذول الجولات الرسميه. ليه؟ ليه سميتكم جيش المطنوخات او جيش الملكات؟ ليش؟ مشان انه انتم تربحوا لي هذول اللي عم يدعموهم شباب، يو نو لايك جيرلز باور، وومنز باور، انه قبل ولا وحده عملتها بالتيك توك الصراحه. قام اجى واحد اليوم شاب عم يدعمني، ففهمته انه اتس اوكي، ما بقى تدعمني، بدي بس بنات يدعموني. والله عن جد احنا كمان يدعموني بس بنات، ما عندي شباب. بس هيك شيء كثير حلو، مشان انه تفرجي هدول انه اللي مفكرين حالهم ما بعرف شو، انه النسوان حتى بهذا المجال فيهم يوصلوا للشيء. مو انا هذا الشيء اللي مكيفة عليه. يا وين هالكرت تبع جيرلز باور؟ تركتها عند ماري. حبيت صحيتي فروحة يا عمري. تمام. اي لوف يو. ثانك يو شيخة، أحلى شيخة لب عينك. ثانك يو أم قلب أبيض، كفو حبيبتي، كفو يا بنت الإمارات، لب عينك. بسمة ثانك يو. أحلى سارة يا عمري، أنت لب عينك. مي تو، أي لاف يو، والله بحبكم يا بنات. ثانك يو دنيا. اشكروا لي الداعمات، ضيفوهم، احبكم مره والله. لا هلا انت انفك احسن، ما عاد يحكك مثل قبل. شو حبيبي؟ هلا انفك احسن، ما عاد يحكك من قبل مثل قبل، صح؟ ايه ما عم يحكني. ايه لا ما عم يحكني ابدا. وكمان هون كان عندي مشكله لما اتنفس، مثل انفي بيتحرك من هون او ما بعرف شو، هاي كمان راحت، كمان عم بتنفس كثير حلو صراحه. ايه لاحظت انت على فكره طول اللايف وانا مراقبتك ما عم تعمليها، بس انت كثير متعوده على هالحركه، ولما كنتي مخيطه انفك وهيك شلون لك شلون ما سهيتي وعملتيها؟ ايه ما تذكريني، كان مخيط لي اياه مرتين، اول يوم بعد 3 ساعات فك لي الخيط، اول يوم كان مسكره كله من تحت، ما فهمت ليش، كنت اتنفس بس من تمي، وبعدها من شي 4 ايام هيك لفك لي هذاك الخيط اللي كان حاطه. منيح انه ما اجتك الحركه وانت حاطه الخيط، هذا قصدي. عارفة كنت فكرته فعل لا ارادي، بس هو مش فعل لا ارادي، هو صح لانه كان شيء طبيعي. لا والله شاطر. ودكتور تشوهات، انا ما كان عندي هذا الشيء اللي حكيت لك عليه. فهذا كله استأصله، كله شاله. بنات اللي عندها اي تشوه بجسمها او تشوه انه عن عملية تجميل قديمة،
لا غرام، لب عينك غرام، ثانك يو حبيبة قلبي. أنا أنا فوق الداني استني، أنا من الصبح ما يبعت لي ورجعت. كفو سارة، ثانك يو يا عمري. أنا لك أحلى سارة. طيب جولي داني أبيض، ثانك يو. قولوا له هو يبعث لي لما يخلص حبيبي. أنا بركي بنزل، أنا الصراحة تعبت شوي. طيب ماشي يا عمري، سلامتك. سو ماتش، أوكي تمام، يحفظك أمورك، باي. جوجو جوجو اللايف تبعي عبارة عن جوجو داني، جوجو داني، جوجو داني، جوجو داني. داني فاتح جولة. كيفك؟ منيحة، وانت كيفك؟ شكرا على سؤالك. داني مع مين طالع جولة؟ وين اللي كان الروح؟ شوفوا احنا هذه القصة ديالها. مع مين طالع؟ كتير بحبك شوجو، انا كتير بحبكم جايز. كنت بدي اسرب لكم شي، استنوا حسرب لكم اياه، بس خلوني اشوف شغله. ها ليك ان الاشخاص اللي كانوا من قبل لشموا وعملوا سا وصلوا لمرحله يعني شغله يعني من اسياد الفن اصوات من الاصوات. عم يحكوا بموضوع كتير مهم، عم يحكوا عن هيفاء وهبي. منو فاضي حبيبه، عم يحكي عن هيفاء وهبي. ممكن تسرب لكم خلاص، ما لنا علاقه، احنا ما زعلنا. تعالوا افرجيكم شو كنت بدي اعمل. ترند الغزاله، ممكن انا نسيت شلون بيعملوا. بس دقيقة انا بفرجيك. يا ريتني عملته وفتحت لايف، كان بيكون احلى والله. كم سنتيمتر بنعمل؟ بس حلو مبدئيا صح؟ حلوة ولا لا؟ اوقف ولا شو اعمل؟ وين بيحطوا؟ استنى، في شغلة نسيت اعملها، بس رح اعملها بهذا. هن بيعملوها عادي، بس انا هعمل اختلاف. ماني رد عليك، روح كمل حوارك عن هيفاء وهبي. لا تذكري ما قلت لي. كأنه كترت كتري على قد ما تقدري. خلص نرجع نعملها هي اللي ما اشتغلت.
اويلي ما كتحشميش انت عم ترفضيني؟ انت ما كتحشمش اللي كتهضر على هيفاء وهبي؟ مين عم يهضر؟ مين عم يهضر؟ ها؟ هرب من هرم ال مين هضر حبيبي؟ انت قلت انا فتت على اللايف تبعك من هون ياسر وش سمعتين عم بقول؟ عم تقول لهم هيفاء وهبي هرم من اهرام الجمال. انا قلت اهرام انا سالونا قالوا قلت لها خلص خلص خلصت عملت مجدة وخلصت المخلوعة. سمعت عم تكذب ادنيين والله يا حبيبي هن شاهدين هيو لك وين هن بعدين على كل حال انا عم ببعث لك وانت قاعدة عم تعمل ميك اب وعم ترفضيني مش انت حبيبي؟ ما هيك الصورة عندي صارت صغيرة داني مش عم تشوف لا هل مش عم تشوفي كل هالجمال انا ما عم تشوفي؟ لا ما عم بحكي عليك عم بحكي على حالي. طب انت شو عم تعملي هلا حبيبي؟ ما عم بفهم. بعمل ترند الغزالة. ترند الغزالة هلا حظي عم تعمل ترند الغزالة بيبي؟ لا انتو حظي انا عم تبعتولي جيست انت وفرح ما خليتوني اعمل ترند الغزالة بس حلو؟ انت عم تشاركني اللحظات المفروض تنبسط. اه غزالة حلو انت هذا مش بس هذا هو ترند الغزالة؟ المفروض اوكي كي دايرة مراتي ما توحشتك بزاف شو بك حب الدرس شو بك لعبة مالكي كي دايرة لباس جيهان توحشتك بزاف كوبيدا الله كيف دوست نهارك؟ انت مع مين كنت طالع جيست حبيبي؟ شو المعلومات من جايبة انت؟ لا ما بسمح لك حبيبي اوعك لا جيست ولا غيره كله هذا بمجهود الشخص حبيبي لا ما بصدق شو ما بصدق؟ ما بتعرف مغربي انت تعبت انا ما بعرف مغربي بعدك ما قطعت اشواط انا حبيبي تعبت اعلم فيك وما عم تتعلم ده اه عم تعلميني ايه صح حبيبي كيف دوست نهارك كوبيدا دوست بخير الحمد لله انت كيف دوست نهارك والله الحمد لله بخير هانية هانية الحمد لله الحمد لله الله يحفظك انت الله يحفظك ايش كدير الزين ديالي لا بس الحمد لله انت كدير والله لاباس الحمد لله فين خبرت الزين؟ ها؟ علمته يطلط ها؟ غير في الدار الزين ديالي علاش؟ كي دايره نسيبتي؟ نسيبتك لاباس الحمد لله الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها يا رب انا مش خارج ترندات خلاص انا اقتنعت حبيبي انت اصلا غزاله حبيبي واعره لشو تعمل الترند الغزاله ما انت غزاله حبيبي الله في احلى من هيك غزاله لازم احط هنا كمان هنا انت مومو عينيا تي مومو عينيا عينيا تي مومو عينيا شو بك يا بيبي؟ مستغربة لا ما تستغربي حبيبي لا إذا بتريدي ما شو مغربة أنا حبيبي؟ لا هعمل لك أهم جزء استنى شوف أهم جزء بال قرطاسة ديالي انتي
تي تي تيزا تي تي تيزا ديالي حبيبي. شوفوا هو ترند الغزل بس كأنه عم جيبوه من زوميا، عم جيبوه من تطلبوه أونلاين. ما راح غزل فيه وعم تقولي ترند الغزالة يعني، والله العظيم ما بعرف. كنا اوكي برافو داني، انا معاك عمري انت. استنى